شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا عبدي. هذه صار لي اسبوعين انا فاقدته وادور عليه واثره موجود هني بكفتك. شنو هذا الشاب هني؟ انا مالي شغل خاطي ليكون عبارك انا بايق مالي شغل. لا تكذب لا تكذب يا البواق يا الحرامي. هذه اخرتها، هذه اخرت تعبي وشقاي، ربيتك ورزيتك وكبرتك وعديتك مثل ولدي. اللي اسوي لولدي اسوي لك يا الخسيس يا النذل. خالتي والله العظيم مالي شغل، ما ادري شلون دش داخل الكبت انقصيدي ذا انا ابوكش. مالي شغل، مالي شلون دش. ما تدري؟ هين يا انوس هين، اذا ما فضحتك قدام الاولي والتالي وقلت لهم بواق وحرامي ونذل. خالتي تكفى ولا سلام شادقين حقي احد، لا تفضحيني. اللي تبين نسوي اللي تبين نسوي لك شيء. الحين قاعد تبتش الحين قاعد تبتش الحرامي والله لا فضحك قدام اللي تبين نسوي اللي تبين نسوي والله ما... خلاص انا اسف انا اذا بسكت مو علشانك، عشان ابوك الفقير المسكين اللي اوقف قلبه. بس انا ما بيك تقعد مع ولدي بدار واحده، انت خربان ما منك فوت، ما بيك تخربه. شو يعني وين اروح؟ تروح الملحق. بس الملحق برا البيت. الملحق داخل البيت، تحمد ربك اني بوديك الملحق ولا كان اوديك الاحداث يربونك من يد ويديد. سويت ابوي ما رضى. اسمعني عدل وحطني على بالك، اسمع الكلام اللي بقوله لك. تروح لبوك الحين وتقول له ما ابي اقعد مع هارون بغرفه واحده. سمعت؟ واذا ما نفذت اللي اقوله لك والله افضحك، افضحك قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. فهمت. لزم عليك لزوم، لزم بيرضى.